رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وما زلنا معاكم ونور الشمس. مرة تانية بنستكمل فقراتنا معاكم. فقراتنا النهاردة كلها مبهجة، داخلين خلاص على عيد الفطر المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين. أكيد كل سيدة طوال هذا الشهر الكريم على قد ما هي بتتعبد وبتقرأ القرآن وبتصوم وبتصلي، إلا إنها برضو ممكن تكون بتعمل في الفترة دي تغذية لبشرتها من الميك اب، بتعمل ماسكات، بتعمل حمامات كريم لشعرها أو اهتمام زائد عشان تظهر في ليلة العيد بشكل جديد، سواء كان لأسرتها لأم والأب وأخواتها أو لأصدقائها في خروجة معينة أو لزوجها لو كانت متزوجة. كل ده هنعرفه من خلال خبيرة التجميل الموجودة معانا النهاردة، جونا محمد. أهلا بيكي معانا. اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا جنى. ونور ازيك؟ وكل سنه وانت طيبه. ممكن تتحركي يا نور عادي بتلاقي. كل سنه وانتم طيبين. يمكن كلنا عارفين الست او السيده بشكل عام هي نصف المجتمع. أكيد. ويمكن هي كل المجتمع، فعايزين نقول بقى ازاي تظهر بالشكل الجميل اللائق اللي منه تظهر البهجه على زوجها وعلى كل اقاربها في اول ايام عيد الفطر المبارك. اولا العنايه الاساسيه بالبشره. يعني لازم الصبح يعني نمنع الصابون خالص. تمام. تستخدم كلينر مناسب لبشرتها، وبعديه بتحط تونر او ميه ورد، وبعدين بتحط كريم النهار. يعني ده انت كده بتوفري لنا كمان. لا الصابون عشان فيه مواد كيماويه عاليه. صحيح. فبتاثر على البشره. فبنستخدم كلينر مناسب لبشرتها. جونا بنشوف ناس على فكره بتحب تستخدم المنظفات سواء كان صابون او صابون سائل بشكل غير عادي عشان يعمل تبييض لبشرتها او ينظفها، في الاخر بتصل لحده الجفاف. لا ده ملوش علاقه بالبشره خالص. لا ولا الصابون السائل. انت وضحت لنا دلوقتي ان هو في مواد. ده حتى في ناس لما بتيجي بتغسل الطبق والكلام ده كله من الصابون السائل بتلاقي ده حصل فيه حساسيه. بالتاكيد. من كتر المواد الكيماويه اللي هي فيه. لكن هي تستخدم اللي هو كلينر ده للصبح، وبالليل برضو نفس الحكاية. مية ورد أو تونر، بس أنا بفضل مية الورد. ده قبل النوم جونا ولا؟ قبل النوم أول ما تصحى. قبل النوم أول ما تصحى من النوم. نفس النظام، بس الصبح بتحط كريم نهار، بالليل بتحط كريم ليل. تمام. ده بيناسب كل البشرة؟ ما في كلينر. يعني في بشرة جافة، في بشرة كل بشرة ليها كلينر مناسب بتاعها. يعني كلينر في للبشرة الجافة، للبشرة الحساسة، للبشرة الدهنية، للبشرة المختلطة موجود. فكل واحده عارفه ان هو بشرتها بتستخدم الكلينر المناسب ليها. تمام. يمكن اعتدنا في الفتره الاخيره او في الاونه الاخيره انه يكون الميك اب بشكل سامبل قوي. الالوان البيجيت، الروزات الهاديه. هو ده مازال مستمر بسيط. هل ده مستمر؟ مازال مستمر. وده يمكن احنا بنجد كمان جونا ان الاخرين بيتقبلونا بالشكل الناتورال قوي الطبيعي. اصل الواحده لما تحط ميك اب زياده قوي لاما بيوحشها قوي لان مش بتبان على طبيعتها، لما بشكلها اوفر قوي الناس مش بتقدر تتقبله. صحيح. ممكن تتقبله في حاله واحده اللي هي مثلا رايحه فرح، في حفله، ممكن تحط ميك اب اوفر شويه. حتى جونا ما بقاش بالمنظر اللي احنا كنا بنشوفه زمان، الكم الغير عادي بقى حتى بالشكل السامبل البسيط. ده هو افضل حاجه انك تباني بشكلك الطبيعي. عايزين بقى نتكلم على مكياج اول ايام العيد. كل سنه وحضرتك. وحضرتك طيب. برده سامبل خالص. الوان ترابيه هاديه خالص، لان احنا طالعين. نعم. الفاشن الجديد في الوان السيمون الفاتح، البيج، الذهبيات طالعه موضه، الاخضرات الزيتي طالع موضه، بس بدرجاته، يعني مش الاخضر الغامق مثلا، لا بدرجاته. ده في الروج. لا الروج لا، في الشادو. ما انا قلت روج اخضر ازاي. اللي طالع موضه قوي في الروج الفوشيا. الفوشيا طالع موضه قوي. انما الاي شادو، الشادو، الذهبيات، البيجات، الالوان الترابيه، السيمونات. تمام. الالوان الهاديه كل ما كانت هاديه كل ما كانت زي ما نعمل النور كده لسه هنزود. نور حاسه انها بقى لها فتره طويله فوق، فعايزين نقرب ونشوف الشكل. شكل نور او الميك اب الخاص بيه العيد على الموديل نور اللي معانا النهارده. طبعا انا الاول حطيت لها الاساسيات عشان ما تاخدش وقت معانا، وحاطه لها شادو خفيف، الكاميرا تقرب، سيمون خفيف عشان نشوف برده الفاشن في الحواجب، في العينين. ورسمنا الحواجب وكله، الحواجب العريضه فاشن، العريضه فاشن قوي السنه دي. هنلزق بس الرموش مع الرموش اللي هي حطاها قبل كده. تعالي كده احنا بنلزق الرموش مع بعض، الرموش الاساسيه بتاعتها مع الرموش اللي احنا حاطينها. يعني هي بتركب رموش عشان تدي شكل ظريف. تدي. في ناس بتبقى رموشها ضعيفه شويه، قصيره شويه، فالرموش بتدي شكل حلو قوي للعين وبتزهرها. جونا بتفضلي الرمش رمش ولا
الرمش اللي هو كل حته واحده حسب رموش كل واحده. يعني ممكن في ناس بتبقى رموشها من قدام حلوه ومن ورا متقطعه شويه، فبنبتدي نحط من ورا بس عشان تدي طول وتدي كثافه للرموش. يعني تمام. الحواجب العريضه القصيره العموده القصيره ولا الطويله؟ القصيره زي كده القصيره. يعني جاي في الاخر مقشوطه كده زي ما بيقولوا. تمام. دي الفاشن بتاع السنه دي او تحديدا فتره السيزون اللي احنا فيه السيزون ده. وهي اعتقد ان الحواجب العريضه هي موضه دايما على طول. لا، قعدت فتره ما فيش الحواجب العريضه، كان في فتره الحواجب اللي هي عامله زيها بتاعت اليابانيين كده طويله، في مره فتره الحواجب الثمانيه كانت موضه فتره، لكن السنه دي العريضه اللي هي العريضة مش طويله قوي. طيب جنى دلوقتي بتحطي الماسكارا عشان الماسكارا بنلق رموش مع بعض. افتحي من تحت ومن فوق. من تحت ومن فوق. هي المفروض يعني انت حاسه ان هي مع اللينسز بيغير ملامح شكلها. اللينسز اساسا بتغير شكل العين، بتدي وسع جونا، بتدي وسع للعين. بتدي وسع جامد للعين، فبيفضل ان هي تتحط في الليله الجميله دي، ليله بالظبط ليله العيد. عندها مناسبه، عندها فرح. الوان الفاونديشن او الاساس البيزك بيتم اختيارها ازاي للبشره؟ يعني احنا شايفين نور وهي حاطاه كانها ناتورال مش حاطه اي حاجه. ما بصي حضرتك، احنا بنحط لون الفاونديشن حسب لون البشره، يعني ممكن استخدم نوعين فاونديشن عشان اجيب نفس الدرجه بتاعت نفس البشره نفسها، يعني ممكن استخدم نوعين فاونديشن مع بعض عشان اجيب درجه البشره. يعني مش بستخدم واحد، يعني نور انا حاطه لها نوعين فاونديشن لونين مختلفين. بيتحط باودر معاه ولا ده ملوش؟ طبعا انا بحط الفاونديشن بعدين بحط اللوز باودر، واي بقى باودر زياده بشيلها. كده احنا بنحط قلم جوه العين، بنحط كده الكحل. لون ايه اللي بتفضلي ان انت تحطيه في العيد؟ انا بفضل في العين من جوه، كل ما كانت العين صغيره كل ما نحط لون فاتح. يعني ايه رايك في الاخضرات؟ اخضرات، ازرقات، موفات، بيجات جوه العين. عايزه بس على العين احط اسود من بره، ده بيدي وسع اكتر للعين وبيحددها. والعين اعتقد ان يعني جونا حاطه ايلاينر من فوق ولا لسه؟ لا لسه ما حطيتش اللاينر، ومش عايزه احط اللاينر عشان ده احنا عاملين ميك اب حاجه بسيطه للصبح في العين. مش محتاجين. مش محتاجين عشان احنا هنحطه الصبح. طب فوق العين في ايه بقى المفروض؟ في شادو بس. بس ولا كحل ولا اي حاجه؟ ولا كحل ولا اي حاجه. عينك. بتفضلي جونا الشكل ده للنهار او للنهار ده؟ مثلا واحده نازله الصبح اول يوم العيد، رايحه تصلي العيد، عايزه تحطي ميك اب خفيف، عايزه تقابل ناس جاي لها الصبح، بيبقى ميك اب بالمنظر ده حاجه خفيفه قوي. تمام. البلاشر الوانه ايه الفاشن ولا؟ عندي الخوخي حلو قوي. اللون الخوخي حلو قوي طالع السنه دي، لو زي ده كده. شايفينه؟ ده فاشن قوي السنه دي. السنه دي حلو قوي. كده احنا بنحط. طب عايزين برضو نعرف مشاهدينا بنحطه منين، يعني نبداه ازاي؟ من جوه لبره. يعني معظمنا بيحط في اجزاء معينه هنا ويسيب الباقي. لا، البلاشر الصح يتحط من جوه لبره. من جوه من هنا لبره. من جوه من هنا لبره. من عند الودن كده لبره. تمام. ووزع. هو ده الصح. بياخد جزء من الانف معاه ولا؟ لا. مش لا. مستحب. لا مش مستحب. يعني الانف بيتحدد من هنا. لو الانف كبيره شويه او عريضه شويه بحددها بشادو غامق من هنا، ده عشان تقلل من شكلها. عشان اقلل من شكلها، لكن ما بحطلهاش بلاشر خالص. من جوه لبره ما بيتحطش مثلا على الجبهه او على لا ما بيتحطش. في ناس بتفضل تحطه بس انا مش حباه، حاسه ان هو بيبقى شكله اوفر شويه. مثلا بيبقى اوفر، بتبقى الحته دي حمراء مع الحته دي حمراء مع الخدود حمراء مع المناخير حمراء، فما بيبقاش دخلت عيد بقى كله. يعني بيبقى الوش كده تحسي في حاجه غلط. هو البلاشر سهل يتحط هنا. هو ده مكانه. ده مكانه، انما هو ده مكانه ما يتوزعش في حتت تانية. يعني في ناس بتحط هنا وتحط. طب لو لابسه حاجه مفتوحه جونا وعايزه تبين ان الدرجات قريبه منها، يعني بتحطي نفس كريم الاساس، نفس الفاونديشن اللي هي حاطاه مع بلاشر بسيط. مع بلاشر يعني بسيط. في نفس اللي هي حاطاه. احنا كده خلصنا البلاشر. دي كده هنحط الروج. بيتم تحديده الاول ولا هو بيتحدد بس عشان نور كانت حاطه؟ فاحنا هنحط اللي هي كانت حاطه عليه. طبعا احنا عارفين الفوشيا طالع موضه،
وطبعا الروج يستحسن يتحط بفرشه. بفرشه افضل من القلم. بس احنا عشان الوقت معانا عشان لسه هنعمل لفات ورق، ممكن نقول فرشه ليه و بيتوزع بشكل اكبر يعني بشكل احسن. ما بيتمش تحديد الشفايه الاول قبل بحددها وبستخدم الفرشه دي. دي افضل مع طبعا دي افضل مع الروج وبتحددي اعتقد شايفاكي الشفايف بتحدد اكتر كمان. لا هنا انا شايفه ان نور شفايفها متحدده ولا مع الروج اللي انا حاطاه. تحدديها دلوقتي؟ انا حددتها بالروج وبحددها اكتر بالفرشه. وممكن احط لون محدد مختلف واسيحه مع بعضه. ممكن تحطي لونين يدوكي او ممكن احط ثلاث الوان روج عشان يدوني درجه ثالثه خالص معينه حابه ان هي تظهر بيها. طيب جونا ده مكياج بيبقى لفتره الصبح وممكن لبعد الظهر ولا الصبح؟ ممكن الصبح، ممكن واحده رايحه الجامعه، ممكن واحده رايحه شغلها الصبح. سيمبل خالص ما فيهوش اي حاجه. تمام كده خلصنا الميك اب جونا بتاع كده احنا عاملين ميك اب خفيف ما فيهوش اي حاجه. هتلاقي مع الكاميرا خالص. طبعا شكلها سيمبل وبسيط قوي ومتحدد بشكل جميل. تاني ان هو مش بيصلح بس لفتره النهار لكن ده طول يوم، طول اليوم وفي الايام الطبيعيه العاديه بعد رمضان. طيب ممكن لو هي رايحه مناسبه وعايزه تزود بقى تروح مزوده، يعني ما عندهاش وقت مروحه هتروح مزوده اي لاينر. ممكن تزود اسود تحت العين، لاينر تحت العين او قلم تحت العين. تزود بس ممكن تحط الذهبي تحت الحاجب على طول فيبقى يقلب بعد تمام. طيب جونا مش عندنا وقت كتير قوي، عايزين نلف الطرحه بسرعه او سريعا لنور عشان المحجبات. المحجبات يعني. طيب احنا هنعمل التربوطه العموده قوي. هنعمل بقى الطرحه دي هعملها ثلاث لفات. يعني الموضه هو الشكل اللي هيظهر معانا دلوقتي. هو طالع تربوطه العموده وينفع برضو الناس بعد العيد هتطلع مصايف كتير. هينفعنا على البحر. وهيبقى المحجبات بعد العيد حتى كمان في المصايف. الاشارب ده كان طالع موضه من سنتين والناس خلاص مش عارفه تعمل بيه ايه، يعني حاسه ان لو لسيته ما بقاش فاشون. هو فعلا كان بيتحط في كذا حاجه على اللبس والكلام سليم. فاحنا هنعمله تربو. شوفي يا نور انا عملت كده. كده انا لبسته بالعكس. كده انا لبسته بالعكس. بس انا مش قدامي مرايه فمش قادره ايه. بيتجاب كده. دينا مرايتك يا جونا شايفينك. بيتجاب كده. تمام. ودول يتركوا. وبعدين دي سهله وجميله قوي، اعتقد ان هم ممكن يتعلموها. سهله وما فيهاش اي حاجه. اللي بيتابعونا على مجرد ان انا لفته من قدام بدل ما ربطته من ورا. هي بتبقى تحتيه رابطه ايه بقى عشان هي التربو مش بتلبس تحتيه حاجه، وبيتجاب كده وبيتمسك من تحت بدبوس. كده انا قلبته تربو. ممكن تقعد بيه في على البلاج، تخرج بيه بعد الظهر في المصيف. ممكن تخرج بيه عادي خروجاتها العاديه. عايزين الكاميرا تبقى معانا شكلها. وبيتحط بقى الدبابيس بتاعته ولا هو دبوس واحد بس من ورا هنا عشان يمسكه؟ تمام. في شكل تاني ممكن تعمليه لنا؟ طبعا. بس التربو ده بيبقى بالعكس، يعني بنعمل السكارف ده بالعكس. بعكسي. وممكن تلبسه عادي، ممكن تلبسه هو نفس الاشار. بنجيب تحتيه بندانا، بس بتبقى تحتيه بندانا وبيتربط من ورا عادي خالص مثلث. ما فيهوش اي حاجه. ده لو هي مستعجله بقى وعندها خروجه، يعني ايه مستعجله، تروح جايباه من هنا كده روح لفيه. ده كمان شكل بسيط قوي وسهل. بسيط قوي بيتربط بدبوس. بنوته حتى بنوتة في الجامعه او نازله مشوار قريب قوي تعمله. واحده نازله النادي، واحده مش هيرفعها او في المصيف في الفتره الجايه دي هتبقى فيها مصايف. ممكن نستخدم الشيفون كتربو برضو. لفات تانية ممكن نستخدم الشيفون ده كتربو. نشوف. لكن الحاجات الكتير اللي تبقى في الجنب واللفات دي مش فاشن قوي فيه، مش بتناسب كل بشره. يعني في الجنب ده ما ينفعش مثلا واحده وشها مدور او لا اعملي حاجه في الجنب هيتخن وشها اكتر، او تعمل حاجات كتير او تعمل حاجات كتيره قوي. واحده وشها مدور مليان تعمل من ورا. واحده وشها رفيع وطويل تعمل من الجنب عشان يدي فاليوم لوشها. صحيح. دي برده ممكن نعملها تربو على اساس ان التربو طالع موضه. هي المثلث العادي خالص مع الاسكارفات اللي هي المربعه او المستطيله زي ما احنا شايفين تنفع. ينفع.
احنا جبناه كده لقدام برضو هيتربط. بس هي هتمسك بقى الجزء الاولاني ولا مش لازم؟ لا لا بيتمسك كله بيتمسك. وانا مش قدامي مراية فمش ايه بيتجاب ده عشان يداري لو في اي حاجه كتربو ما فيهوش اي حاجه بيدخل في الطرحه من ورا مع الدبابيس طبعا الخاصه ممكن يخش في الطرحه من ورا في الطرحه الثانيه. اه زي ما انا دخلته كده ما فيهوش اي حاجه. ممكن دي نبرمها قوي كده سيبي خلاص هو بس عايز يتظبط طبعا. كل ده جونا بيبقى محتاج تظبيطات من قدام. احنا عايزين نشوف شكله النهائي. ممكن تجيب هي عشان شيفون كمان. انا عايزه اقول انها تنفع بالشيفونات. ممكن دي احنا برمناها قوي كده اهو نجيبها كده كشكل ونربطها لورا. والناحيه الثانيه تبقى نفس الشكل ده. الناحيه الثانيه تبقى نازله هي دارت لو في هنا تحتي بندانة احنا دارينا بيها وقفلنا. بس بيفضل جونا الجزء الاولاني ده نازل كده ولا محتاج يتظبط؟ لا هي محتاج يتظبط احنا عشان محتاج بدبابيس المفروض محتاج هي لو اتفكت. طب في شكل تاني لطرحه ممكن تكون يعني متماسكه اكتر من كده؟ طبعا. ده كده اللي جايه دي مش شيفونات فاعتقد انها هتمسك معاكي اكتر. هتمسك معايا اكتر بس كده دبابيس. نشوف شكل اخر مشاهدينا ليه. فيها تطريز من هنا. ده ممكن ينفع برضو فتره الصبح في في العيد للاستقبال في العيد. او دي فيها تطريز. هو مش تطريز قوي يعني. احنا هنعملها بقى ايه بشكل تاني. دي اخر حاجة جونا معانا عشان حنان بتقولي خلاص احنا قربنا. هناخدها هنا كده من قدام. هاتي دبوس هنربطها من ورا بدبوس. تمام. ودي شكلها رائع كمان على نور. ولازم نبين اللون اللي فيه الجليتر ده في البدايه. هي ممكن يبقى لفه لفه عاديه وما يبقى ايه الجليتر جاي لو فتره جنب. الصبح تستخدمه بعد الظهر تستخدمه. الصبح كمان الالوان اللي فيها جليتر ده بيبقى فاشون برضو فتره الصبح. فاشون. وبعدين انا هلفها لفه عاديه خالص اهو بعدين اجيبها من هنا كده كده هدي دبوس ومن هنا بدبوس. شكلها سيمبل قوي ورائع وسهله او بسيطه ما خدتش يعني. اي وقت. اعتقد ان اي ست بيت ممكن تعملها سهله او اي فتاه رايحه الجامعه او رايحه النادي او رايحه مصيف سهل قوي انها تعمل الربطات الخاصه بالحجاب البسيطه اللي جونا قدمتها لنا النهارده من خلال نور الشمس. وكمان طريقه الميك اب البسيطه الجميله سهله وباينه انها ناتورال كانها طبيعيه. بنحاول نسهل للناس ان هي تقدر تعمل اي حاجه في البيت يعني ما تبقاش حاجه صعبه. ست البيت يا جونا اللي مش بتشتغل محتاجه قوي انها تتابعنا وتظهر بشكل لائق وجميل وجديد. اكيد يمكن في حاجه تانية تحبي تقوليها لنا النهارده لو تحبوا لفه تانية. احنا اعتقد في وقت معانا. في وقت معانا بس سريعا سريعا ممكن برضو دي تتلف تربو سريعا يا جونا يعني حطيها على نور بسرعه. اهو تتلف تربو تمام. دي برضو اسمها ايه جونا؟ ده تربو. ده تربو على اساس هو طالع موضه قوي السنه دي. ده سهل قوي ممكن اي حد يجيب اي حاجه ويعمل تربو يعني يربط كده وينزل ولا ايه رايك يا جونا؟ هو سهل قوي. سهل قوي يعني. دي لفه من اللفات السهله قوي اللي طالعه. دي كمان بسيطه قوي ما فيهاش اي حاجه تمسك من ورا هنا. واعتقد انها بتدي شكل للوجه شكل جمالي مختلف شويه غير التقليدي. يعني يمكن الباقي مدي شكل مختلف عن التربو. ودي لفه دي شكلها سيمبل وبسيط قوي ما خدتش اي وقت. كمان لو رايحه كمان حفله او مناسبه ممكن. بعد الظهر ممكن بتتعمل ساتان وتبقى بعد الظهر. جونا مش عايزه اقول لك ان هم عاملين ختام فلازم نختم. وقبل ما نختم بقول لك كل سنه وانت طيبه وجميل قوي لتقديم الطرح والتربو والشكل الجديد في عيد الفطر المبارك. وجميل قوي نور بالشكل اللي ظهرت فيه بالميك اب الجديد. يا رب كل فتاه وكل سيده بتتابعنا تحاول تقلد جونا وهي بتعمل ميك اب بسيط كده. كل سنه وانت طيبه ومزيد من الجمال والحاجات الجديده والفاشن الجديد لما هنقابلك تاني ان شاء الله. شكرا ليك يا جونا. شكرا ليك يا نور. شكرا لك. باي باي.
مشاهدينا بكده بتكون انتهت حلقتنا من نور الشمس. اعتقد احنا قدمنا لكم فقرات خاصه بعيد الفطر المبارك، قدمنا لكم فقره خاصه بفن الاتيكيت، قدمنا لكم طريقه لف الطرح وكمان الميك اب الجديد ايام عيد الفطر المبارك. عايزه اقول من خلال برنامجنا واسره برنامجنا بتقول لكل مشاهدينا والامه العربيه والاسلاميه كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم جميعا. شكرا لكم والى اللقاء.